ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، ليس بالأهواء والبدع، لأنه لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه الله رب العالمين. فليس لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى بما اخترعه هو من ألوان العبادات، كالذين يخترعون من العبادات ما يعتقدون أنه يقربهم إلى الله رب العالمين، ولا يزيدهم ذلك عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. فكثير من الناس يخترع عبادات يتقرب بها بزعمه إلى الله تبارك وتعالى، ويحسب أنه على سبيل وسنة وأنه على خير، كالذين يبتدعون بدعة عيد المولد مثلا. فهؤلاء يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل الله به سلطانا، ما لم يرشد إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم يفعله الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكذلك ما لم يكن في القرون المفضلة ولا في القرن الرابع ولا في الخامس، وإنما طرأ ذلك في آخر القرن السادس وفي أوائل القرن السابع، لما ابتدع ذلك للناس على سبيل التعميم ملك إربل، وهو الملك المظفر أبو سعيد، فأتى بهذه البدعة، ثم سار الأمر بعد ذلك على مقتضاها. وليس من دين الله تبارك وتعالى أن يعبد الله رب العالمين بما لم يشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.